برنامج أسفار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. أسفار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات أسفار وأخبار، والذي نعرض فيه شيئا من أخبار الرحالة وما يتعلق برحلاتهم. وكنا قد وقفنا وإياكم مع رحلة أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى إلى المشرق العربي بعنوان مذكرات سائح في الشرق العربي، وكان قد مر بمكة والمدينة وأقام فيهما فترة إبان فترة الحج، ثم رحل بعد ذلك إلى مصر ودون بعض مشاهداته، وكان قد التقى بالأديب أحمد أمين رحمه الله تعالى، وجرى منه بعض الفوائد التي دونها أبو الحسن الندوي رحمه الله في رحلته هذه. ومن بين تلك الفوائد التي ضمنها أبو الحسن الندوي في رحلته أنه قال الدكتور أحمد أمين: قرأت في بعض الحكايات أن الشيخ الرئيس ابن سينا الطبيب المشهور صادف مرة السلطان أبا سعيد أبا الخير الصوفي المشهور على الباب، فأقام معا 3 أيام، فلما افترقا سأل رجل ابن سينا عن أبي الخير فقال: هو يرى ما أعرفه. وسئل أبو الخير عن ابن سينا فقال: هو يعرف ما أراه. ابن سينا يقول عن أبي الخير: هو يرى ما أعرفه. وأبو الخير يقول عن ابن سينا: هو يعرف ما أراه. كلمة فيها شيء من الفلسفة، لكنها تنم عن ثناء أحدهما على الآخر، والمراد أن هذا من التوافق، يعني أن أبا الخير لم يدري عن ابن سينا ما قال فيه، وهذا لا شك أنه من التوافق الغريب أن العبارة جاءت متشابهة تقريبا. هو يرى ما أعرفه، هو يعرف ما أرى، هي مشابهة من حيث المعنى، لكن يقول التعجب كيف أنهما قالا نفس الكلمة أو قريبا منها في وقت واحد. ولذلك محمد إقبال يقول عن العارف المحقق: إن سر الدين لنا خبر وله نظر، هو داخل البيت ونحن خارجه. وهذا أيضا من الكلمات التي تعتبر من الحكم التي تساق في هذا الباب. من الأشياء التي ضمنها أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه مذكرات سائح في الشرق العربي، وهو يعيش في تلك الفترة أواخر عصر الاحتلال الإنجليزي والفرنسي في الدول العربية، فيقول: الثقافة الإنجليزية أقوى في العلم، والفرنسية أقوى في الأدب والمعاني الشعرية. هذا مما فهمه أبو الحسن الندوي رحمه الله من انتشار هاتين الثقافتين في المجتمعات العربية، ورأى المجتمعات العربية لا سيما في مصر والشام، ورأى أثر الثقافتين عليها، فرأى أن الإنجليز يعنون بالعلم أكثر، والفرنسيون يعنون في الأدب والمعاني الشعرية أكثر. زار أبو الحسن الندوي إبان رحلته إلى مصر الجامع، جامع الأزهر، وقال: وزرنا أريقة الأزهر، وساءنا عدم النظافة فيها وقلة النظام. ومن رأيي أن هذه الأروقة تحدث في ساكنيها شعورا بضعفهم وفقرهم، وإجلالا زائدا لحياة الكليات المدنية والجامعة ونظامها وأبنائها، وذلك الذي يسمى بمركب النقص. وليس هنا من روح الاعتزاز بالدين والعلم ما يقاوم هذا الشعور، فينبغي أن تبني إدارة الأزهر أروقة لا تقل في نظافتها عن الكليات العصرية والجامعة المصرية. وهذا هو الذي حدث بعد ذلك. اليوم جامعة الأزهر لا تقل أبدا عن الجامعات الأخرى، بل تعد
من أشهر الجامعات وأكبرها في مصر وفي غير مصر أيضا. التقى أبو الحسن الندوي بالشيخ محمد الغزالي رحمهما الله، وذكر عنه في رحلته فقال: قال الشيخ محمد الغزالي وبعض المؤلفين الكتاب الكبار: مع الأسف إن كثيرا منهم متوفرون على العلم والثقافة وعندهم معلومات واسعة ودراسة كبيرة، حتى إن بعضهم لا يستحق أن يسمى موسوعة ودائرة معارف، وألفوا كتبا في تاريخ الإسلام وحضارته وأدوار حياتها لها قيمة علمية كبيرة، لكن أكثرهم لا يعنون بالجانب العلمي من الإسلام، فلا ترى فيهم اهتماما كبيرا بأركان الدين وأعماله أو محافظة على الصلاة. يتكلم هنا عن المؤلفين والكتاب الكبار، ويرى أنهم بعيدون عن العلم، لا يحرصون على العلم، حتى قال فيهم: وأمثال هؤلاء لا تأمنهم على سياسة التعليم وإدارة المعاهد التي يراها فيها الجمع بين التعليم الديني والمدني، وإيجاد رجال يكونون الحلقة المفقودة بين التعليم الديني والتعليم المصري. يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله: وقد أخبرنا الأستاذ حسن عبد الوهاب، وقد كان الأستاذ حسن عبد الوهاب مفتشا أول للآثار العربية بالقاهرة، يقول: إن دفن السلاطين في المساجد إنما بدأ في آخر الدولة الأيوبية، فلم يعرف ذلك في عهد الفاطميين، ودرج على ذلك السلاطين بعد الدولة الأيوبية. هذه فائدة تاريخية من رجل متخصص بالتاريخ، يرى أن الخلفاء والملوك والسلاطين ما كانوا يدفنون في المساجد، يعني في غرف ملحقة بالمسجد، وإنما صنع ذلك في أواخر عصر الدولة الأيوبية، واستمر بعد ذلك في عهد دولة المماليك، ثم في عهد العثمانيين أيضا. تكلم أيضا الشيخ أبو الحسن الندوي عن بعض مشاهداته في القاهرة. جاء الأستاذ فريد عبد الخالق والأستاذ عبد الحفيظ الصيفي، وجلسنا قليلا، وقمنا إلى السفارة الأفغانية لحضور احتفالها السنوي بعيد الاستقلال، وكنت تلقيت دعوة من سعادة السفير إلى الحضور، ودخلنا السفارة هناك، وهناك سلسلة طويلة من المناضد المملوءة بالحلويات والكعك، وتناولنا الشاي، وألقى سعادة السفير كلمة بمناسبة عيد الاستقلال تنم عن روحه الدينية وثقافته الإسلامية، وختمها بهتاف: الله أكبر ولله الحمد. وكان مما تمتاز به هذه الجلسة، جلسة الاجتماع السفارة، الاحتفال بعيد الاستقلال لأفغانستان. ما الذي تميزت به؟ يقول: وكان مما تميزت به خلوها من النساء البتة، وقد سمعت أن امرأة قصدت الحفلة فمنعها الحارس على الباب. يقول أبو الحسن الندوي أيضا في رسالته أو رحلته مذكرات سائح في الشرق العربي: صلينا الفجر وجلسنا نتفرج على صعيد مصر مقر حكومة الفراعنة. ومن غريب المصادفات، لأنه رحل إلى مصر فترة للسلام على بعض معارف هناك، وصعيد مصر حكمه الفراعنة، كانت تسمى قديما طيبة، حكمه الفراعنة لا سيما في أيام الهكسوس الذين حكموا مصر قبل زمن يوسف وبعد زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. فانتقل الفراعنة في ذلك الوقت بعد الحملة، حملة الهكسوس، وهم الرعاة الذين جاءوا من الحبشة، انتقل الفراعنة إلى طيبة إلى الصعيد وحكموا هناك فترة. فهنا يقول: هو من غريب المصادفات بل من عجائب القرآن أني كنت أتلو سورا من القرآن من الجزء 25، وهي مملوءة بالأحاديث عن فرعون، وقد صادف أن القطار وقف بالأقصر وهي عاصمة الفراعنة القديمة وأنا أقرأ. انظر إلى الموافقة، هو يقرأ من القرآن فوقف القطار في الأقصر حيث الآثار والأهرامات وآثار الفراعنة عموما. يقول: وأنا كنت أقرأ من القرآن فوقفت عند قول الله تعالى مصادفة، يعني: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقرأت وأنا أمر بهذه المنطقة المخصبة الجميلة قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وصدق الله العظيم إذ يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. في رحلة القطار هذه إلى الصعيد يقول أبو الحسن الندوي ومما استحسنته في هذا القطار وجود الماء المثلج طول السفر في القطار، هذا في أواخر الأربعين كأوائل الخمسينات الميلادية. يقول ومما استحسنته في هذا القطار وجود الماء المثلج طول السفر في القطار، يستطيع المسافرون أن يأخذوه من صنبور قريب منهم، ووجود مستخدمين يساعدون المسافرين في الركوب وأخذ مقاعدهم وترتيب حوائجهم، وذلك كله مما يحسن أن تقتبسه مصلحة القطر في بلادنا. ويتكلم عن القطر في مصر في ذلك الوقت كان يشكل شيئا كبيرا جدا. تكلم أبو الحسن الندوي أيضا عن تدريس الطب في مصر، فقال حاولت مصر أن تدرس الطب باللغة العربية وتراجم الكتب الغربية، ولكن ثبت بعد مدة أنه لا يمكن مسايرة تقدم العلم والتجارب في لغة أخرى، فتتخلف التراجم تقدم العلوم والاكتشافات. إذن كانت هناك نية لتدريس الطب في مصر باللغة العربية لكنهم لم يستطيعوا ذلك. من الأشياء التي دونها في رحلته أبو الحسن الندوي ما يتعلق برحلة الشام وفي دمشق تحديدا، والتقى بعد ذلك بأهل العلم والفضل هناك، وتكلم عن مع جماعة من العلماء عن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله أحد علماء الشام المشهورين، فتذاكروا موقفا للشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله وهو العالم جليل القدر، فقيل بأن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله أرسل إلى مومسات دمشق البغايا أجلكم الله في يوم من أيام رمضان، يقول أرسل لهن رسالة هذا شهر مبارك يستجاب فيه الدعاء وتنزل فيه الرحمة، فيسألكن بدر الدين الحسني أن تغتسلن وتصلين ركعتين لله تعالى وتدعون للمسلمين ولبدر الدين عسى الله أن يتوب عليه. يقول فكانت هذه الرسالة مؤثرة عند تلك البغايا حتى تاب منهن عشر. كيف هذا العالم الجليل شهير القدر يسألهن الدعاء وهن لا شيء بالنسبة لنظر الناس. تكلم أبو الحسن الندوي أيضا رحمه الله عن فائدة ذكرها ابن خلدون في كتابه فقال ولم يكن ابن خلدون قاسيا في قوله ولا مبالغا، إن آثار العرب وأبنيتهم يسرع إليها الخراب، ومن أعظم الأسباب عدم العناية بها. وكان أيضا قد زار في رحلته تلك في بيروت بناية للملك سعود رحمه الله، قال وهي مؤسسة تشتمل على مسجد ومنتدى، وهي قاعة محاضرات إسلامية كبرى في بيروت ومدرسة ومشغل يشتغل فيها الفتيات. في ذلك الوقت كانت هناك هذه المدرسة والمركز الإسلامي الضخم للملك سعود رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وبه نطوي مذكرات سائح في الشرق العربي لأبي الحسن الندوي رحمه الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية برنامج أسفار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.